يقول إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة ماذا أفعل؟ إذا كان بإمكانك أن تأتي بالاستفتاح وقراءة الفاتحة فافعل هذا، إذا كان ليس بإمكانك ذلك فإنك تستفتح، لأن الاستفتاح لا يتحمله الإمام، وأما الفاتحة فيتحملها الإمام عن المأموم.